يعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من بين الجيوش القليلة التي تقوم بتجنيد النساء بموجب قانون التجنيد الإلزامي، كما وتشكل النساء نسبة 33% من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي و 51% من ضباط الجيش في عام 2011. 40% من جيش الاحتلال نساء، حيث خدمنا في الجيش منذ تأسيسه عام النكبة الفلسطينية، وبذلك أصبح الكيان أول جيش في العالم يقر التجنيد الإجباري على نسائه. في عام 1942 وجه مجلس المرأة العاملة النداء الآتي: أيتها اليهوديات على أرض الوطن، في المصنع، في الحقل أو في المنزل، لقد سمح لنا نحن النساء اليهوديات في فلسطين أن ندخل الفريق الأجنبي التابع للجيش البريطاني، فتعالي أيتها اليهودية المتشوقة إلى القتال ولب النداء، وبرهني للجميع أننا مقاتلات من الطراز الأول. في غضون أشهر قليلة تشكل فريق النساء اليهوديات التابع للجيش البريطاني، وشاركنا بحوالي 3000 مهمة ضد العرب الفلسطينيين. في عام 1948 أنشئ فريق النساء المقاتلات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد دعي باسم هال نشيم، وحتى الآن لا تزال المجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتكب أبشع المجازر. نساؤنا تقتل، تؤسر، تعذب، تهان، ومع ذلك صابرات مرابطات على أبواب الأقصى، لأنهن صاحبات حق، لأنهن مظلومات وليس ظالمات. أما هم أصحاب الكيان المحتل الطاغي يجندون النساء في صفوفهم كدروع وحشية لقتل الصغير في فلسطين قبل الكبير، لقتل الطفل قبل الشيخ. تخدم المجندة الإسرائيلية في الجيش مدة 24 شهراً، ويمكن إعفاؤها من الخدمة العسكرية لعدة أسباب كالزواج أو الحمل أو الأمومة. المعروف عن طبيعة المرأة أن مشاعرها رقيقة، قلبها رحيم، ويداها تعطفان على الأطفال وتساعد وتحن على الكبار، إلا في القانون الإسرائيلي فالمجندة وإن كانت تصنف بأنها من معشر النساء، إلا أن الوحشية تجتاح مشاعرها ودماء المجازر تلطخ يداها دون رحمة. هؤلاء المجندات اللواتي يضربن المرابطات على أبواب الأقصى، اليوم المقاومة تأسر بعضاً من هؤلاء المجندات، لعل وعسى يذقن نار احتلالهن، يذقن صوت القصف فوق رؤوسهن، لعل الخوف يضعف قلوبهن الجحودة، لعل رائحة المسك الخارقة بدم شهداء غزة تنظف أيديهن وتعيد الرحمة إلى قلوبهن. ذوقوا نار احتلالكم، لعلها تلسعكم بدون شفاء.